مجلس النواب يقرر استقبال أعضائه الجدد على مدار 6 أيام بدءا من الثلاثاء المقبل تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. الصحة البريطانية تؤكد صعوبة السيطرة على انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا قبل توزيع اللقاح. وزير الزراعة يعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.9 مليون طن رغم كورونا. تفاصيل نشرة الثانية، مرحبا بحضراتكم. أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي الجدول الزمني لاستقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني بنظامي الفردي والقائمة على مدار 6 أيام تبدأ من الثلاثاء المقبل. وأكد المستشار فوزي أن ذلك يأتي تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية وحرصا على السلامة الصحية للسادة النواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، موضحا أن الأمانة العامة للمجلس قامت بإعداد خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد وتسليمهم كارنيهات العضوية والحقائب البرلمانية. نظمت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ندوة افتراضية بمشاركة وزارة الصحة في السودان لبحث آخر مستجدات بروتوكول علاج فيروس كورونا وتطبيقه بالمستشفيات المصرية. هذا وقد أكد دكتور حسام حسني في خدمة إخبارية سابقة أن اللقاح الصيني تم اختياره في مصر بعد دراسات عديدة ومتأنية لإثبات أمانته وفعاليته، وأن الدولة تتابع جميع اللقاحات وأن أي لقاح يتم التأكد من أمانه يتم توفير حصة منه للمصريين. اللقاح الصيني تم اختياره في مصر بعد دراسات عديدة ومتعددة ومتأنية لثبات الأمان والفعالية. بنقول للمصريين تأكدوا ان احنا مش نختار حاجة، ولا الدولة المصرية، ولا الدولة المصرية قوية جدا وهدفها الأساسي هو مصلحة المصريين وأمانهم. اللقاح اختار على الأمان والفعالية، واختيارنا كان في مؤكد الأمان والفعالية، لكن بنقول لهم احنا مش قافلين نفسنا على لقاح واحد، احنا بنتابع كل اللقاحات. اي لقاح هنتاكد وبحط مليون خط كلمه نتاكد من امانه وفعاليته هيكون متوفر منه حصه جيده جدا للمصريين باذن الله تعالى. اعلنت وزاره الصحه امس تسجيل 611 اصابه جديده بفيروس كورونا و28 حاله وفاه، كما اعلنت وزاره الصحه خروج 324 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه، ليرتفع اجمالي حالات الشفاء من الفيروس الى 106481 متعافيا وخروجهم جميعا من المستشفى. أعادت المملكة المتحدة فرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرق إنجلترا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا. يأتي هذا فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن القيود الصارمة الجديدة قد تستمر لبعض الوقت، مشيرا إلى أن السلالة الجديدة من كورونا من الصعب جدا إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح، لافتا إلى أنه أكثر قدرة على الانتشار من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70%. وأفاد هانكوك بأنه من المقرر الانتهاء من تطعيم 500,000 شخص خلال أيام. هذا وأوقفت بلجيكا الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من المملكة المتحدة بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، كما رجح مصدر ألماني اتخاذ الخطوة ذاتها. وفرضت هولندا في وقت سابق اليوم حظرا على الرحلات من بريطانيا حتى بداية يناير القادم، بعد أن أكدت السلطات الصحية ظهور حالة إصابة لديها من نفس السلالة الجديدة. تبدأ شركة موديرنا الأمريكية اليوم في توزيع نسختها من اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة. وأوضح مسؤول عسكري أمريكي أن الشاحنات ستبدأ في توصيل لقاح موديرنا لأكثر من 3700 موقع. سجلت الولايات المتحدة 196,295 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي العدد إلى أكثر من 17,655,000 حالة.
أعلنت حكومة الإقليم الشمالي بأستراليا مدينة سيدني منطقة تفشي لفيروس كورونا. يأتي الإعلان بعدما سجلت ولاية نيو ساوث ويلز التي تضم مدينة سيدني سلسلة جديدة من الإصابات. وذكرت مصادر إعلامية أن سكان العاصمة كامبرا العائدين من سيدني سيطلب منهم الخضوع للعزل المنزلي، فيما سيمنع دخول القادمين من سيدني من غير سكان العاصمة. التقى رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل خلال زيارة لمدينة بني غازي المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام والتأكيد على الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا. دفعت القوات المسلحة السودانية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية الرسمية. جاءت هذه الخطوة بعد أيام من كمين نصبته ميليشيا إثيوبية وأسفر عن مقتل عسكريين سودانيين. وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة للتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 1902. أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل جبير أن ما تحقق من تشكيل حكومة جديدة يمنية يعد خطوة مهمة للتوصل لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني. من جانبه أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات، وأكد تطلع المملكة لعودة الأمن والاستقرار لليمن وتحقيق تطلعات شعبه. رحب بن سلمان بتنفيذ اتفاق الرياض وإنجاز أهم بنوده المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات. وكان قد تم الإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية في اليمن برئاسة معين عبد الملك، تضم وزراء موالين للرئيس عبد الرب منصور هادي وآخرين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي، إضافة إلى ممثلين لأحزاب أخرى. أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول. ورجحت وزارة الداخلية الأفغانية أن الهجوم كان يستهدف حافلة تقل عضوا بالبرلمان الأفغاني غرب العاصمة، إلا أنه قد نجا من الحادث. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وتشهد أفغانستان زيادة في وتيرة العنف خلال الأسابيع الماضية، خاصة التفجيرات في وقت تجري فيه الحكومة وحركة طالبان محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 20 عاما. على مدى الأعوام الست الماضية شهدت مصر نشاطا رئاسيا مكثفا سواء خارجيا أو على الصعيد الداخلي، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وقد استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية عربيا وإقليميا ودوليا. وكان عام 2020 رغم جائحة كورونا شاهدا على جني الكثير من ثمار هذا النشاط الرئاسي. نتابع. الدولية ذات الأهمية. محطات خارجية هامة كانت على أولويات نشاط الرئيس في عام 2020. من أهم هذه المحطات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأردنية العراقية بالأردن. هذه القمة تناولت تعزيز التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي ومواجهة التحديات. وخلال عام 2020 سلمت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي الى جنوب افريقيا بمقر الاتحاد بأديس ابابا. واكد الرئيس في كلمته حرص مصر على تعزيز الامن والسلم وترسيخ مبدأ الحلول الافريقية لمشاكل القارة السمراء. في بريطانيا كانت مشاركة الرئيس بقمة الاستثمار البريطانية الافريقية مهمة في عرض التحديات التي تواجه فرص الاستثمار بالقارة السمراء، وفي مقدمتها ظاهرة الارهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية. داخليا كان الحدث الابرز في عام 2020
افتتاح الرئيس لأكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط على البحر الأحمر، قاعدة برنيس، إحدى قواعد مصر الجديدة التي أنشأت في السنوات الست الماضية لمجابهة التحديات الخارجية. لم يعطل وباء كورونا أي من المشروعات القومية التي تتسارع فيها الخطى لإنجازها، حيث احتفلت مصر بخروج ماكينة الحفر من نفق الشهيد أحمد حمدي 2 لفتح شريان جديد من شرايين التنمية باتجاه سيناء. ولأول مرة يقام على أرض شرم الشيخ جامعة دولية، جامعة الملك سلمان. هذه الجامعة الذي افتتحها الرئيس تعد بمثابة نواة للعلوم التطبيقية والهندسية والحاسبات، تخدم المستقبل بأجيال قادرة على البحث والابتكار. ولمجابهة التحديات على الحدود المصرية الغربية، تفقد الرئيس اصطفاف القوات في سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح للاطمئنان على الحالة الفنية والكفاءة القتالية العالية للقوات المسلحة وجهوزيتها للرد على أي تهديد يمس الأمن القومي المصري والعربي برا وبحرا وجوا. عندما يتعلق الأمر الآن بالتطورات اللي في ليبيا، ويعتقد البعض أنه يستطيع بقوة السلاح، أنا بقول بقوة السلاح لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب، لا هيعدي شرق ولا هيعدي غرب. الخط اللي احنا واقفين عليه ده نحترمه كلنا، ونعمل إجراء مباحثات لإنهاء هذه الأزمة، ونخلي إرادة الشعب الليبي إرادة حرة ليست أسيرة إلا لشعب ليبيا وليس لجماعات أو ميليشيات مسلحة أو متطرفة. رغم ما شاهده العالم من أزمة بسبب كورونا، كانت مصر تحتفل بإنجازاتها غير المسبوقة في المجالات كافة، لتصبح مصر بإرادة شعبها وفطنة قيادتها قاطرة التنمية في الشرق الأوسط وإفريقيا. واختتم عام 2020 بزيارة مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، والذي استقبل فيها بحفاوة وترحاب. زيارة عكست عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتقارب في وجهات النظر حول الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، ودفعت بالعلاقات السياسية المصرية الفرنسية إلى مستوى متميز للتعاون الثنائي بين البلدين. محمد شلأمي، التلفزيون المصري. نجحت مصر خلال عام 2020 وبشهادة مؤسسات المجتمع المدني داخليا وخارجيا في إجراء انتخابات مجلس الشيوخ والنواب رغم جائحة كورونا العالمية. الانتخابات التي أجريت على مراحل عدة ما بين أولى وإعادة أيضا شهدت إجراءات تأمينية مشددة، إضافة إلى الإجراءات الاحترازية لوقاية الناخبين، فكانت الانتخابات النيابية من أبرز ثمار 2020. في عام 2020 تحدت الإرادة المصرية الصعابة وحققت المستحيلة، وهذا ما تجسد فعليا وبنجاح شهد به المراقبون في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ رغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم. الانتخابات البرلمانية في مصر عكست أهمية المشاركة الفعالة من المواطنين لما يمثله المجلسان من أهمية تشريعية وبرلمانية في الحياة السياسية، وبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لكل من المجلسين قرابة 63 مليون ناخب، وجاءت نسب المشاركة من جانب المواطنين مفاجأة كبيرة في ظل جائحة الكورونا. واحنا طبعا من كبار السن وجايين ندي الواجب بتاعنا بتاع وطننا. العمليات الانتخابية خضعت في كامل مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما شاركت في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي. سجلت البعثة أن الانتخابات اتسمت بدرجة عالية من التنظيم دون اختلالات جوهرية تؤثر على حيادية هذا الاستحقاق.
وانطلاقا من دور القوات المسلحة المصرية والشرطة جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، تم تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، حتى خرجت العملية الانتخابية بالمظهر المشرف الذي يليق بالشعب المصري. ده واجب وطني احنا بنيجي نأديه ونختار بحرية اللي يمثلنا يعني. لم تكن وزارة الصحة والسكان ببعيدة عن تحقيق مفهوم تأمين المواطن في صحته وسلامته ودرء مخاطر إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وفي هذه الانتخابات ضربت المرأة المصرية كالمعتاد مثالا يحتذى به على الوعي السياسي، فجاءت مشاركتها كدليل قوي على إصرارها الكبير لتقدم الصفوف في الاستحقاقات الدستورية. أنا عندي بنتي عندها حرية الرأي وبتحب أنها تتعرف على كل حاجة، لأنها فعلا بتحب الانتخابات وبتحب أنها تبقى لها دور ولها رأي، وهي بس من دلوقتي لها رأي. اتعلمنا طبعا إن احنا ازاي نختار الشخص اللي يقدر أنه يمثلنا وأن هو يحقق كل طلبات أو أغلب طلبات المواطن. التجربة المصرية في الانتخابات البرلمانية تابعتها وسائل الإعلام الدولية بشكل موسع، ووفقا لتقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فقد بلغ عدد المراسلين الأجانب 570 مراسلا يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. الانتخابات رسالة للقاصي والداني على التفاف الشعب المصري حول وطنه وأمله الكبير في غد مشرق، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية لبناء مصر الحديثة. شريف رضوان، التلفزيون المصري. أعلن وزير النقل والمواصلات مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات طهطة للسكك الحديدية في الخدمة بإجمالي 12 كيلومتر، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادي. وأوضح الوزير أن تشغيل برج طهطة يأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية بطول 1800 كيلومتر بتكلفة 46.8 مليار جنيه. يهدف المشروع لاستبدال النظام الكهربائي الحالي بآخر إلكتروني، ما يؤدي إلى زيادة عدد الرحلات اليومية وتحقيق أعلى معدلات السلامة، فضلا عن السيطرة الكاملة على حركة القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، مما أسفر خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6437 قضية وضبط 1047 قضية مقاهي مخالفة وغلق 3372 محلا مخالفا لقرار الغلق. وفي مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط عدد 36284 سائق نقل جماعي. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية في أسبوع عن ضبط 8468 قضية تموينية متنوعة، من بينها 155 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 27223 اسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم فيها ب 3,675,105 جنيه، وضبط 20 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 196,589 لتر مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8,293 قضية سلع غذائية وتموينية ب
بمضبوطات وزنت أكثر من 841.5 طن، من بينها أكثر من 276.5 طن صنع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقرابة 42.5 سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء. وفي مجال المرور على المدارس لفحص السائقين لتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وصلاحية المركبات، تمكنت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المختصة المرور على عدد 187 مدرسة وإجراء تحليل مخدرات لعدد 2022 سائق، وتبين إيجابية عدد 68 منهم، إضافة إلى فحص فني لعدد 1576 مركبة مدارس، وتبين مخالفة عدد 106 منهم لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تم إجراء تحليل للكشف عن متعاطي المواد المخدرة لعدد 4319 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 463 منهم. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 226,240 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 46,071 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2,293 قضية ومخالفة متنوعة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية 80,040 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 56,374,430 جنيه مصري. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,873 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، بقيمة مالية بلغت أكثر من 5,900,406,000، وأخترت مصلحة الضرائب لفحصها. جهود أمنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لفرض سيادة القانون وضبط الجرائم المختلفة وحفظ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن. أخبار المال والأعمال النشرة الثانية، أهلا بحضراتكم. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تماسك المؤشرات الاقتصادية لمصر وتحقيقها نتائج جيدة في عام 2020 رغم أزمة كورونا يظهر كفاءة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية. وأظهر الإنفوجراف الذي نشره المركز استمرار مصر في تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.6% خلال عام 2019-2020 على الرغم من انكماش الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى انخفاض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% خلال العام ذاته مقارنة ب 13.9% بالعام السابق، كما انخفض معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق منذ 10 أعوام لتسجل 7.8% خلال الربع ذاته من العام الماضي. وقد تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ارتفاع حجم صادرات مصر الزراعية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وتأثر حركة النقل والتجارة العالمية. ووفقا لبيان وزارة الزراعة، جاءت صادرات الموالح على رأس الصادرات بقيمة بلغت 1,465,880 طنا، بالإضافة إلى تصدير 679,613 طنا من البطاطس لتحتل المركز الثاني.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية بدعم مشتريات الأجانب، وارتفع المؤشر الرئيس اي جي اكس 30 بنحو 3% مقتربة من مستوى 19,880 نقطة، وقفز المؤشران اي جي اكس 70 واي جي اكس 100 بنسب تراوحت حول 2%، واستحوذت أسهم قطاع الخدمات المالية على أكثر من 25% من إجمالي حجم التداولات. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري ليهبط إلى 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة انخفاض 32.4%. وأشار الإحصاء في نشرته الشهرية حول بيانات التجارة الخارجية إلى تراجع قيمة الصادرات بنسبة 2.8% بسبب انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة منتجات البترول. من جهة أخرى، لفت التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات بنسبة 21.3% لتتراجع إلى 5 مليارات دولار خلال شهر سبتمبر الماضي. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر انطلاقه خلال شهر يناير المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية. جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة والصناعة حول اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع 40 من رؤساء وممثلي كبريات الشركات المنتجة للسيارات ووكلاء الشركات العالمية في مصر لبحث الترتيبات الخاصة بالمعرض. وأضافت الوزيرة أنه سيتم خلال فعاليات المعرض إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات، والتي تستهدف دعم توجيهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين. وأوضحت أن هذا المعرض يستهدف التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناجمة عن استخدام السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات. قرر البنك المركزي السعودي زيادة سقف إصدارات أذون الخزانة الأسبوعي إلى 10 مليارات ريال من 3 مليارات ريال. أوضح البنك المركزي أن الزيادة تستهدف تعزيز كفاءة البنوك في إدارة سيولتها، وأكد أن التغيير يسري بأثر فوري. يصوت الكونغرس الأمريكي اليوم على حزمة مساعدات لمتضرري جائحة كورونا، وتشمل الحزمة مدفوعات مباشرة $600 للأفراد و $300 أسبوعيا إعانة بطالة إضافيا بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى سبتمبر 2021. هذا ومن المقرر أن تنتهي منتصف ليل اليوم مهلة التمديد للتمويل الحكومي، وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة. مشاهدينا الكرام، نهاية نشرة الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس النواب يقرر استقبال أعضائه الجدد على مدار 6 أيام بدءا من الثلاثاء المقبل تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. الصحة البريطانية تؤكد صعوبة السيطرة على انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا قبل توزيع اللقاح. مسبيرو دوت إيجي للمزيد. نشكر لكم طيب المتابعة. شكرا محمد. شكرا لك يا ألا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.